مرحبا يا جماعة واهلا فيكم والسلام للجميع. احنا كنا هلا بنشتري شوية شغلات، فحبيت احكي لكم عن شغلة في كندا اسمها سيلز تاكس او ضريبة المبيعات. احنا حكينا في فيديو سابق عن الانكم تاكس او ضريبة الدخل اللي بيدفعها كل مواطن بالسنة، اخر السنة بفيل لها، وعادة بتندفع بالشهر حسب وين بيشتغل. إذا بيشتغل لحاله بيدفعها كل سنة، إذا بيشتغل عن طريق مؤسسة أو شركة بيدفعوا له إياها شهرياً. anyway هذا حكينا عنه. اليوم بدنا نحكي عن شغلة اسمها sales tax. sales tax هاي شغلة معقدة خاصة للناس اللي بتيجي على كندا وبتستغرب من هذا الموضوع. بتقول لك إيش الحكي هذا؟ بتدخل على المحل بتلاقي شغلة $100، لما تروح تحاسب بقول لك 115، بقول له ليش يا عمي مكتوب عليها 100؟ بقول لك لا، ما هو في عليها سيلز تاكس. هلا موضوع السيلز تاكس شيء معقد خاصه في الدول او الناس اللي بتيجي من دول السيلز تاكس موجود عندها جوا القيمه او السعر اللي موجود على الفاترينا. مثال لما رحنا على استراليا، لما رحت على بريطانيا، لما في اوكرانيا، في كثير دول اوروبيه كل السيلز تاكس انكلودد، يعني هم انت دافع التاكس مش دافعهم، بس هو جوا السعر. هلا في ناس بتعتبر انه هذا افضل، في ناس بقول لك لا هذا خدعه. انت هون بتدفع فعلا سعر السلعه وبعدين بتدفع التاكس اللي انت عارف سعره للحكومه وبري كلير يعني. طبعا بغض النظر هذا النظام المعمول فيه في بريطانيا، في امريكا وكندا، انك بتدفع التاكس عند ما تشتري السلعه. هلا التاكس بيختلف من مقاطعة لمقاطعة، عشان هيك مش هنقدر نحكي عن قديش نسبة التاكس، بس معظم المقاطعات بين 13 و 15%، هذا معظم المقاطعات الكندية. هلا في مقاطعة مثلا ان البرتا بتاخذ 5%. المشكلة المشكلة انه مش كل اشي عليه تاكس ومش كل شيء ما عليه تاكس، وفي شيء عليه نص تاكس وفي شيء عليه التاكس كامل، وهذا اللي بيعمل تعقيد في الموضوع. يعني لما تروح تشتري اكل مثلا، شرينا اليوم بيض ما بتدفع عليه تاكس، شريت حليب ما بتدفع عليه تاكس، خبز ما بتدفع عليه تاكس، سيلز تاكس بحكي. مثلا رحت شريت علبه الوان او قلم او دفتر بتدفع عليه تاكس. هلا الاكل مثلا في انتاريو، الاكل المصنع مثلا تروح تشتري سندويشه، لو تروح تشتري سندويشة معناها تعتبر أكل مصنع، هذا بتدفع لي تاكس. بس ما مش دائما، إذا كان سعر السندويشة أو القهوة أو الشاي إذا تشتريها أقل من $4.93 I think ما بتدفع عليها غير 5% تاكس. إذا أكثر من $4، يعني إذا شريت تنتين قهوة وطلع سعرهم أكثر من $4 بتدفع عليها 13% تاكس. إشي معقد نعم، وعشان هيك في ناس كتير اصلا ما بيفكروا في موضوع التاكس وما بيقعدوا يحكوا قديش النسبه، خلص بروح على الكاشير وهو بقول له المبلغ وانتهى الموضوع، لانه حسبتها يعني موجوده وبتقدر تعرفها، لكن في لها تفصيلات كتير ومواضيع كتير. بشكل عام الاكل ما بندفع عليه تاكس هون، الاكل غير المصنع يعني بتشتريه من السوبر ماركت، الخضار الفواكه اي شيء بالمطاعم بالمحلات بالقهوة بالكوفي شوبس بتدفع عليها تاكس في كل كندا، إلا إذا كانت أقل من $4 في أنتاريو ما بتدفع عليها غير 5% غاد تدفع الفول تاكس. فبس حبينا نحكي عن الموضوع هذا لأنه موضوع شوي غريب وناس كتير خاصة بيجوا جداد بيسألوا عنه. فنراكم في حلقة أخرى وسلام للجميع. It's caught in the crossfire.